يسهرون الليل لينعم المرضى بنوم هنيء، يشاركونهم آلامهم وأمالهم، يتفانون في تضميد الجراح وعلاج الأمراض، متغلبين على قساوة ظروف العمل بالصبر والأنات، ومرتكزين على عقيدة راسخة تنبع منها أخلاق حميدة ونبيلة. إنهم ممرضو مستشفى بهمن. والله هؤلاء الممرضين بهالمستشفى كثير كثير ممتازين للغاية، إن كانوا شباب ولا صبية، من ساعة اللي فت إنه بخدمتي كل من اللحظة واللحظة بطلوا علي بدون ما دق الجرس، إذا دقت الجرس مثل اللبيك مش واش إلا بندية، كلن أخلاقية كلن إنسانية، يعني أنا وصلت لمرحلة معهن قديسيين بحقي أنا كثير مليح. أنا هون صار لي سنة وشغلين بمستشفى بهمن، عم بقعد هون بالمستشفى أكثر من البيت. الممرض بمستشفى بهمن والممرضة عم بيكونوا بأحسن واجب للمريض 24 على 24، وما شفت منهم إلا كل شيء خير الحمد لله. الممرضات كتير منيح، ممتازين، مهذبين، بيعطوا بيكملوا واجبهم على آخر شيء، وما بيخلونا نحتاج إنه ندق الجرس، وكلهم أخلاقيين ومزوقين وكل شيء، يعني سواء بالليل أم بالنهار. التمريض هو عمل إنساني بيقوم فيه الممرض لخدمة الفرد والمجتمع ككل، مبني على أسس من العلم والخبرات، وبيخضع لقوانين وأداب خاصة لتنظيم المهنة. حتى يكون الممرض كفو عليه الالتزام بالسرية المهنية وبحقوق المريض وبأخلاقيات المهنة، ويكون قادر على تحمل مسؤوليات ويطورها بالتدريب والتعليم. بيتميز تمريض مستشفى بهمن باحترامه لخصوصية المريض والتزامه بالأمور الشرعية، وعملت المستشفى على تدريبه ليكون قادر لتقديم أفضل رعاية صحية ضمن معايير السلامة المهنية. وحده واجبهم الإنساني كان بمثابة ضميرهم الصاحي. بضع قصص عايشها ممرضو مستشفى بهمن خيرهم القدر فيها بين واجبهم العائلي وواجبهم المهني الإنساني، فانتصر الأخير بكل ما أوتي من حب. ابني كان عمره 4 سنين تقريبا، وجبته من المدرسة، بلش يتعب شوي، عملت له صور بالطوارئ، و يعني خلاصة التشخيص كان انه عنده شيء على الرواية، ضغط له على الرواية، سبب له شوية ورم بوجهه. الصعوبة اللي أكتر مجرد ما أخذنا الخزعة منه تعرض ل يعني فشل بالتنفس، واضطرينا نفوته على العناية. برجع بأكد انه على القسم اللي أنا بشتغل فيه وعلى الغرفة اللي أنا بشتغل فيها، هذا شوي قديش كان صعب أول شيء، نفس الوقت كان بعدين حسيت إنه كان سهل. زميلي عباس وقت اللي صارت عنده هالمشكلة بطبيعة الحال تحمد ربه وصار يستغفر ربه أكثر، وكان بكامل قواه وعطى مهام عمله كل طاقته، وما قصر بأي نقطة حصلت، وبعده الحديث هلأ بينتبه لابنه على أدق التفاصيل. مستشفى بهمن صدقاً يعني ما قصروا معي أبداً، من ناحية الإدارة كان كل شيء بيحتاجه ابني كانوا هني حدي، إضافة لإدارة التمريض اللي أنا كنت عنصر منها كمان كانت داعمة لإلي، يعني حاولت
يعني بالأمور اللي أنا كنت تابعها يوميا بقسمة ما خلتني حس إنه فيها مشاكل، كانت هي عم بتتابعها عني. إضافة للفريق اللي كان معي هون، الممرضين اللي أنا يعني كموقع إنه أنا مسؤول عنهم كانوا مثل إخوة لإلي، كانوا حدي يعني، حتى بالأكل والشرب بيجوا يقولوا لي شراب، بيجوا يقولوا لي كول، بدي يقدموا لي كل شيء عشان يخففوا عني. عندي ابن عمره ما يقارب على 20 سنة، عنده شلل دماغي، وهالشلل الدماغي منذ تقريبا بداية ولادته، وعم حس انه التعامل مع ابني انا اذا بدي حاول اني اخطئ او اتاخر بتلكؤ بعلاج لابني، عم حس انه في عندي مشكله انا نفسي عم واجهها. كيف اذا كنت عم بتعامل مع انسان على شفا حفره من الموت؟ بالنسبه للتمريض كمان، بما انه ابني مريض وعم يعاني من هالشلل الدماغي، عندما فكر أنه إن ابني عم يعاني من هالشلل الدماغي وحاول أني بقدر ما استطاعتي أبذل جهد لأنه أحيي نفس كما الله أمرنا بهالشغلة، أنا بحس حالي مبسوط عندما أرجع على البيت ولاقي مريض، أنه مبسوط كتير أنه والله الجرح اللي كنت عم غيره صار أحسن بكتير، وشفت الابتسامة على وجهه، هيدا بحسه عند الله سبحانه وتعالى مكافأة كتير كبيرة إليه. رح قلكم قصة زميلتنا بالقسم اسمها سوسن، بحب أذكر اسمها. سوسن كانت عم تعتني بمريض عنا حالة كوما، هذا المريض وكلنا بنعرف إنه مريض الكوما شو بده رعاية معينة كتمريضية وكصحية وجسدية كرمال إنه يضل متعافي وضله عايش كما هو مطلوب منه. وبنفس المرحلة اللي كانت عم تعتني فيها لهالمريض كان بيا عندها كمان بالبيت مريض، يعني كانت تجي على المستشفى تقول بي انه هون انا بدي اعتني فيه هذا المريض كانه بي، وبنفس الوقت لما تروح على البيت انه تشوف المريض اللي عم تعتني فيه اللي صار في علاقه كثير هيك صله رحم بينه وبينه للمريض ببيا كمان. لا اجى نهار انه اضطر انه بي انه يفوت على المستشفى وفات لعنا بالقسم. ثاقبت هو بي والمريض قبل بعضهم نفس الغرف يعني، فتستلمهم اثنيناتهم تقدم لهم الرعايه التمريضيه اللازمه. تفوت ساعة لعند المريض وساعة لعند بيا. لآخر مرة إنه آخر ليلة قلوا لبيا لزميلتنا، فاتت لعنده وحكيت معه وعطيته الدواء وقدمت له كل شيء المطلوب منه. صار هلأ دور المريض الثاني اللي هو كمان بتشوفه إنه كأنه بيا، فاتت لعنده وعم بتقدم له، وإذ بقلوا له إنه بيك تعبان، فبتفوت بتلاقي إنه بيا بحالة مزرية، عنده مثل توقف بالقلب، فهي بتعمل نداء اللي هن احنا عنا هيدا رمز بالمستشفى، بنعمل نداء انه في حالة توقف بالقلب لازم يكون الاكيب كله كتمريض موجود وحكمة. فتوفى بيا باللحظة اللي كانت هي عند المريض الثاني، توفى ورغم انه توفى بعدها لهلأ بتعتني فيه كأنه بيا. بالفترة اللي كانت فيها بالضيعة بخلال انه فترة العزاء لبيا كانت تدقلنا وتوصينا فيه وبعدها بتهتم فيه وبتقلي انه انا يا سمر بشوف فيه بيا هيدا هلأ المريض، ما بوصيكم عليه. خدمة الناس قمة العبادة، وصية لخص بها المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه معادلته الإنسانية. وعلى هذا النهج سارت مستشفى بهمن بإداريها موظفيها وممرضيها، نهج الإسلام ببعده الإنساني والأخلاقي.